أني تتوالى التصريحات الدولية بشأن الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل. فعلى الصعيد العربي أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي أن لقاءات قريبة ستجرى مع نظرائه المصري والجزائري بشأن الأزمة الليبية والانتخابات البرلمانية والرئاسية. أما على الصعيد الدولي ففي زيارة إلى تونس شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على أهمية استعادة دولة القانون في ليبيا وإجراء الانتخابات الليبية في الموعد الذي تم الاتفاق عليه في فرنسا من قبل أطراف الصراع الليبية. من جانب آخر قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن ليبيا لن تستطيع إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي يدرك ذلك أيضا. لن تستطيع ليبيا أن تنظم اقتراعا عاما لإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل، الأمر معقد هناك والوقت ضيق، وأعتقد أن فرنسا والتي رعت اتفاق باريس والذي ينص على إجراء انتخابات قبل نهاية العام تدرك أيضا صعوبة ذلك لصعوبة الأوضاع الأمنية والاقتصادية ولوجود خلافات كبيرة في ليبيا بين عدة أطراف. يذكر أن القضية الليبية حاضرة على الدوام في الصراع الفرنسي الإيطالي على من سيظل عرابا لهذه البلاد.